بكم إلى اليمن. دخلت القضية اليمنية منعطفات جديدة من خلال عودة محاولات المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد لإيجاد حلول سياسية ومبادرات إنسانية للوضع المتفاقم في الداخل وسط تعالي نغمة انفصال الجنوب، والتي ترفض الحكومة الشرعية اليمنية التعاطي معها، خصوصا خلال المرحلة الحالية التي تتطلب الإبقاء على وحدة اليمن إلى حين السيطرة على كامل التراب اليمني. في المقابل بدأ الحديث يتصاعد عن خلافات في الرؤية بين جماعة الحوثي وصالح وسط تأويلات متفاوتة وتسريبات إعلامية هنا وهناك. أستاذ عبد الله، كيف شايف أنت تقرأ الأزمة اليمنية في الفترة الحالية وباختصار؟ يعني أنا أشوف أن زيارة ولد الشيخ أحمد ما راح تضيف شيء كزيارة السابقة. طبعا هو موظف في الأمم المتحدة، فبدلا من يقعد في نواكشوط أو نيويورك يجي المنطقة، لكن يبدو الآن في تباينات وتجاذبات داخل الحوثي الحوثي صالح، فأظن أن التحالف يعني ينبغي عليه أن يستغل هذه التباينات. أنت ممكن تتفاوض مع عدوك في مرحلة ما يعني، أي. فأعتقد أنه هناك ممكن من وجهة نظري استغلال هذه الثغرات، يعني يجب أنها تستغل مثل هذه الثغرات. طيب إيش رأيك يا أستاذ خالد عن خطورة الكلام عن الحراك الانفصال الجنوبي؟ هذا موضوع مهم جدا. أي. شوف أنا هذا رأي شخصي، لم أسمعه من أحد من المسؤولين، ولكنه اعتقاد شخصي مني. أن المملكة في المقام الأول يهمها وحدة اليمن، ولكن أعتقد أنه فكرة تقسيم اليمن ربما تكون مقبولة لو استحالت استعادة اليمن الموحدة كدولة إيجابية في المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أن المملكة الآن حتى الآن تضع خط أحمر على موضوع تقسيم اليمن، وهذا الحراك أصلا بدأ الكل يقفز من سفينته، كما رأينا اليوم بيانات تستنكر إضافة أسماء دون علمها، ولكن أعتقد أنه فكرة التقسيم موجودة لكنها حتى الآن لم توضع على الطاولة، لكنها موضوع كخيار أخير. ممتاز. محمد وش تعليقك على أنا باختصار شدني الحقيقة دعوة علي عبد الله صالح البوتين هذه يا أخي تؤكد لنا كذبة ما قال عبد الناصر عن الحكم العسكري والجمهوريات. اللي ملاحظ الآن كل اللي جو للسلطة على دبابات لا يمكن يخرج إلا بعد أن يترك سياسة الأرض المحروقة. فالرجل يريد أن يحول بلده إلى صراع دول عظمى فقط لأنه خرج من السلطة. طبعا هذا انطبق على كل القادة العسكريين اللي جوا على الدبابات، خذ القذافي، علي عبد الله صالح، بشار، غير باستثناء الرجل العجوبة المستثنى عبد الرحمن سوار الذهب، المشير على سوار الذهب اللي جاء وأخذ السلطة وسلمها خلال 13 شهر. فهذا استثناء طبعا. تعليق أستاذ، أرجع لسؤالك أول ما بدأت الحلقة عن موضوع الإمارات. أي. أنا أعتقد أنه يعني طبعا أنا الزيارة ربما تكون لها ألف ملف، يعني ما مش شرط أنها تكون لها علاقة بالملف اليمني يعني، أو لكن أنا أعتقد أنه هناك يعني حمى في أذهان الناس حول التحالف ذاته. فيه يعني فيه قصص تروى تسرب، ربما أفضل شيء أنه يعاد الحديث حول التحالف. بالذات أقطاب التحالف اللي على الأرض. ويحسم هذه القصص ونخلص.